مكان هنا عارفين اسمه مدينة الموتى. أنا شايف واحد إنه مدينة الأحياء مش مدينة الموتى، لأن حتى الموتى اللي موجودين هنا إحنا فعليا عايشين بنفسهم. الشوارع اللي إحنا ماشيين فيها دي ماشي عليها أهم سلاطين وأهم الملوك في مصر، ومشي عليها أولياء وصالحين من كل الأديان من كل العقائد، فإحنا فعلا في منطقة مميزة جدا من الكون، مش بس من مصر. أنا عمر طوسون، نحات من مصر، مواليد اسكندرية وخريج كلية التربية النوعية جامعة اسكندرية. بشارك في مجال النحت من وقت الدراسة بداية التسعينات للآن، وعندي أعمال فنية كتير في أنحاء مختلفة من العالم تقريبا 5 مرات. العمل بتاعي في السيمبوزيوم Ups and Down، فكرة الصعود والهبوط، وهي مرتبطة بالكونسبت العام أو المفهوم العام للسيمبوزيوم، وهو الحياة والموت. لأننا إحنا في موقع أثري من العصر المملوكي، وفي خليط عجيب من العمارة، العمارة المملوكية والعمارة الحديثة والعمارة العشوائية الحديثة والقديمة، اللي بقى ليها طابع في جمال ما نقدرش ننكره. محمد بوعزيز، فنان تشكيلي نحات من تونس، خريج معهد العالي للفنون الجميله، لدي عديد المشاركات العالميه، كما لي معارض خاصه وعديد المنتقدات الاخرى. تتمثل هذه المشاركه في منحوته تمثل الانسان المعاصر باختزال كل التفاصيل في الحركه وفي الشكل، كما نجده يحمل يعني على ظهره صندوق، وهذا الصندوق يمثل يعني كصحة العبارة كالصندوق الأسود الذي يحمله كل إنسان، يعني فيه كل الذكريات وفيه كل الأحداث التي مرت عليه. ونجد القماشة وهي استراحة بصرية، يعني تحيلنا على يعني على العلاقة الوتيدة بين النحات والحجر. هذه القماشة هي مستلهمة من الحضارة الفرعونية القديمة، لما كانوا يلفون الموميا ولغايات يعني الحفاظ عليها أكثر وقت ممكن. فعلاقة هذا العمل هي تمثل أساساً علاقة الحياة بالموت، علاقة الأمل أو الانتقال من الحاضر إلى المستقبل. حاج محمد العادي من المملكة المغربية، اتصال من صديق نحات عمر طوسون من أجل المشاركة في ملتقى النحت والناس أو الموت والحياة في صحراء الممالك. الفكرة عجبتني لأول مرة غادي نزور فيها مصر وبالضبط القاهرة. العمل الفني كان تصميمي مختلف على ما أنجزته، كان تصميم يعني فيه شوية ديال طموح، رغبة، تأمل. طلبت من المنظمين باش نغير من التصميم من خلال زيارتي للمكان مقابر، يعني أرض صحراء الممالك معروفة بهذا المدافن، فغيرت من الموضوع بهذا الشكل اللي هو قريب الحياة والموت كما كعنوان في الملتقى. محرز بن محمد اللوز، أستاذ بالمعهد العالي للفنون والحرف في صفاقس سابقا، ومقيم دولة الإمارات العربية المتحدة. نحات تونسي منذ 2002 محترف، كانت لي العديد من المشاركات على مستوى العالم، يعني في العديد من البلدان مثل الإمارات والبحرين، الصين، كندا. كان موضوع هذه السنة يعني في السيمبوزيوم، حسب ما وصلنا يعني من لجنة التنظيم،
اللي هي الحياة والموت. بالنسبة لي اخترت اسم الانبثاق الحياة من الموت، وبما أننا كل بداية يعني لها نهاية، بداية الإنسان أنا اخترتها تكون من شكل البيضوي، وهو الشكل الذي يعني الحياة وديمومة الحياة. والقاعدة كانت يعني مشتغل عليها بطريقة أنه يعني القارب، فكرة القارب الفرعوني الذي يحمل الموتى. My name is Agnieszka Dobrowolska and I'm running here in the City of the Dead this project which has a title Heritage for the Living in the City of the Dead. Our project is primarily funded by the European Union, but last year in 2022 I was really happy to receive an additional funding from AFAC, Arab Fund for Arts and Culture, to support our international sculpture symposium. It is called Sculpture for the People, and this is the concept, the whole idea about that. We brought four artists together, two from Tunisia, one from Morocco, and one from Egypt. And we asked them to work here, arm in arm, to reflect on the area where they are working, to reflect on the uniqueness of this place, which is called City of the Dead, but it's meaningful because it is a cemetery, it is a necropolis. And it is a very interesting process to look at because they interact with each other, they interact with the community, they organize workshops for the children to teach them about sculpture. وهنا بقى دي فنانة عندها موهبة بالفطرة وعارفة النسب وعارفة المنظور بالإحساس. I'm particularly happy that we are able to conduct this international sculpture symposium. And also the place we chose, the place that they are working, really among the graves, but also among the inhabitants, it's very meaningful because they are working, they are interacting with people, and when they go, the sculptures will be left behind and they will be a testimony for this particular event. It is a part of our bigger program to introduce art to the streets of the City of the Dead, to create kind of an open art museum. And this particular symposium is very important and meaningful aspect of this. So after they go, the sculptures will be left for generations to enjoy it.